للحديث بشان تخادم ميليشيا الحشد والPKK في محافظة نينوى، ولا سيما قضاء سنجار والتقارير الدولية التي تحدثت عن قيام إيران بتزويد الميليشيات بصواريخ مضادة للطائرات وكذلك تداعيات تلك التطورات، ينضم إلينا عبر سكايب عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ عبد القادر النايل. أستاذ عبد القادر، بداية مرحبا بكم. بداية لنتحدث عن أو لنتعرف على قراءتكم لهذا التسريب الصوتي الذي رآه البعض هو فك ارتباط ما بين ميليشيات الحشد والPKK، كيف قرأتم هذا التسجيل الصوتي المسرب مؤخرا؟ أهلا وسهلا بمشاهديكم الكرام. معلوم تماما أن هذه التسريبات حقيقة لها ما يؤكدها، لأنه نحن أمام حقائق دامغة لا يمكن القفز عليها. فاللواء 80 من الشعب هو للبكك ويدفع رواتبه من ما تسمى هيئة الحشد، وبالتالي لا يمكن فك ارتباط ميليشيات البكك بالحشد. ومعلوم تماما أن المعلومات الدقيقة التي في حوزتنا تؤكد على أن قضاء سنجار قاعدة إيرانية متقدمة بمساعدة البكك، وأن هناك 4 ميليشيات رئيسية تتواجد مع البكك يتخذون من مناطق سنوني، سواء في مستشفى سنوني أو غيرها، مقرات للاجتماعات. نتكلم عن بدر، نتكلم عن العصائم، نتكلم عن سيد الشهداء، نتكلم عن حزب الله. وبالتالي قبل عدة أشهر، إذ لم يكن قبل سنة، يوم أن هجرت قرى الإمام في ديالة، كان هناك استراتيجية أساسية لإفراغ الطرق المؤدية إلى قاعدة مجاهدي خلق أو معسكر مجاهدي خلق الذي أفرغ من المعارضة الإيرانية وحول إلى قاعدة متقدمة لتدريب البكك على الطائرات المسيرة واستخداماتها من قبل الحرس الثوري الإيراني. لذلك حقيقة أنه ما يحدث الآن هو أن هناك مرحلة جديدة دخلت بها إيران بعد الاتفاقات أو ما بعد زيارة الرئيس التركي الأخيرة للعراق، والذي العراق وضع أو السلطات الحكومية يعني وضعت مجاملة البكك على قوائم الإرهاب وقالت هؤلاء ميليشيات أجنبية نحن لا ندعمهم. لكن في الواقع أن الدعم المالي والسلاح والأرض والمقرات متوفرة إليهم، وإلا فإنه أكبر من التسجيل الصوتي هو المقطع الفيديوي الذي جرى في مقر قيادة البكك عندما حاسبت تلك القيادية في البكك قائد العمليات وقائد الفرقة في الجيش الحكومي وأحد عناصر الأمن الوطني، واجتمعت بهم وهي توبخهم عن مرحلة جديدة تسمى اختطاف البنات لغرض تجنيدهم في البكك. هذه أكبر اعتراف آخر يمكن أن يشار إليه بشكل واضح عن هذه العلاقة. ما الذي يمثله أستاذ عبد القادر كشف الصحافة الروسية مؤخرا عن اقتراب تزويد إيران لميليشيا البكك بصواريخ مضادة للمسيرات؟ تعلم تماما أن هناك تحالفات دولية مع دول محترم، وروسيا تتحالف مع تركيا في كثير من الأمور، وتعلم أن الأزمة الأخيرة مع أوكرانيا كان لتركيا السبق سواء لروسيا أو للعالم في عملية تصدير الحبوب الروسية للعالم. وبالتالي لا يمكن لروسيا أن تبيع علاقتها مع تركيا وتوافقاتها في الشأن السوري مقابل الخدمات التي تقدمها إيران إلى روسيا. وتعلم أن هذه القضية لها خطورة أخرى، لأن ميليشيات البكك تتعاون مع قسد وغيرها في الجانب السوري، وهو أيضا يشكل يعني خرقا وتهديدا للأمن الروسي المتواجد في سوريا. وبالتالي نتكلم على أن إيران تحاول ضرب جميع الموجودين في الشأن السوري سواء تركيا أو روسيا، وهذا ما يجعل روسيا حقيقة بشكل واضح وصريح تفضح هذه القضايا وتكشفها للعلن من أجل التحذير بشكل علني وواضح تماما وإضعاف إيران من جهة أخرى. لأن إيران حقيقة هي تفتح أبوابها لمن يستخدمها، أمريكا تستخدمها في ملفات وروسيا تستخدمها في
في ملفات وهي ليست دولة محترمة يمكن أن يشار إليها، أو يمكن أن هذا التسريب أو هذا الكشف لروسيا سيعكر مزاج العلاقات الإيرانية والروسية، لأن إيران حقيقة ليس لها قيمة. إيران يتم استخدامها كل حسب ما يريد، وبالتالي هي تفتح أبوابها للجميع في استخداماتها السيئة والطائفية. بالمقابل الوزير الخارجية الحالي الإيراني المؤقت قالها أننا نختلف مع أمريكا فقط بالحقوق أو المصالح التي أعطيت والامتيازات التي أعطيت لنا خارج إيران، إذا لا خلافات مع أمريكا بهذا الإطار. لذلك هي جسم يستخدم لأغراض الدول التي تحترم نفسها وتريد استخدام الآخرين كمرتزقة، فلذلك روسيا ليس لديها مشكلة في كشف هكذا أمور. طيب سيد عبد القادر، برأيك لماذا تقوم إيران بتزويد ميليشيا حزب العمال الكردستاني بالصواريخ، وهي يعني منظمة كما معلوم منظمة موجودة على لوائح الإرهاب ومنظمة خطيرة تهدد أمن جيرانها، تهدد أمن يعني العراق، تهدد أمن تركيا؟ هذا الأمر هل إلى أي مدى يؤخذ بنظر الاعتبار في نظرية يعني التخادم الأمريكي الإيراني؟ لماذا تدعم العراق البكاكا؟ والسؤال الأهم والأبرز، هناك وجهتان لدعم البكاكا. الوجهة الأولى أن البكاكا تريد هذا الدعم من أجل مواجهة المسيرات التركية التي كان الأسف البالغ في يعني إنهاء أو كسر قوة البكاكا في شمال العراق. وثانيا كما تعلم أن إيران تريد أيضا أن تستخدم البكاكا لرصد الأهداف والطائرات المسيرة الأمريكية من القواعد في أربيل. فلذلك هناك حقيقة توافقات ما بين هذه المصالح، وبالتالي هو دعم منظمات إرهابية لزيادة عمل العمليات الإرهابية ضد تركيا وربما ضد المصالح الأمريكية في شمال العراق. وبالتالي إيران أيضا تستحكم على سنجار والمناطق التي تصل إلى سوريا، وبالتالي يتم أيضا حراسة هذا الطريق لكي يكون طريقا بريا آخرا للسلطات الإيرانية تستخدمه للدخول إلى سوريا. وتعلم تماما أن هناك مشكلة أنفاق ما بين سنجار وسوريا، وهناك تعاونات وثيقة لاستقرار تهريب المخدرات واستقرار تهريب الأسلحة والميليشيات إلى الداخل السوري، أن يكون طريقا ممتدا إلى البحر الأبيض المتوسط. لذلك هناك عدة مصالح تنفع إيران في استخدام البكاكا وتزويدها بهكذا مبادرات في الطائرة. طيب يعني أيضا كيف تقرأ ردة الفعل التركية على هذا التطور الخطير الذي كشفته الصحافة الروسية؟ يعني تركيا تحتاج إلى جدية أكثر، ونحن قلناها بصريح العبارة في قنوات ربما تحصل على السلطات الحكومية في إعلامهم، أنه الآن إذا لم تستطع هذه السلطات، لا سيما بعد ما كشف مؤخرا كيفية تستدعي هذه المجندة من البكاكا، تستدعي ضباط وهي إهانة الجيش الحكومي إلى مقرها، وتضع علم العراقي وعلم البكاكا في مقرها وتملي عليهم شروطها وتوبخهم، فإن هذا يؤكد على أنهم أعلى من السلطة والقوات الحكومية والعسكرية والأمنية. بما أنهم عاجزين حقيقة، ليس مجال لتركيا إلا أن تكون لديها تواجد الحقيقي في سنجار من أجل إنهاء هذه المنظمة، وإلا فإن هذه القضية ربما إلى الداخل التركي. لذلك حقيقة القضية ربما إلى هذه اللحظة لم نكشف أو تكشف تركيا عن نواياها الحقيقية تجاه هذه العملية الخطيرة التي قامت بها إيران، هي البكاكا بمضادات للطيران، ولا سيما أن تركيا قد أسقط لديها طيران في العراق، وهذا على أن الصواريخ الإيرانية وكانت وراء ذلك. فبالتالي ينبغي أن تكون لديهم ليست ردة فعل، إنما تكون هناك فعلة حقيقية لإنهاء هذه الجرثومة السرطانية الإرهابية، وإلا فإن السلطات الحكومية لا يمكن التعويل عليها، وحتى الاتفاقيات التركية التي تمت في زيارة الرئيس التركي اتفاقيات وهمية لا قيمة على أرض الواقع من الجانب السلطات الحكومية، لأنها غير صادقة وغير جادة في إنهاء منظمة البكاكا. وإلا لو كانت هناك سلطات حكومية تحت اتفاقياتها أو قراراتها لدخلت إلى سنجار قوات عسكرية
وحررت هذه المنطقة. لماذا التحالف الدولي الذي هو أيضا هو ضلع السكوت عن رائع بدعم المنظمات الإرهابية شن تحالفا دوليا لاستعادة الموصل وهدم الأخضر واليابس وقتل وزهقة الأرواح البريئة ولم يحرك ساكنا على الاحتلال قضاء في منظمات إرهابية وتتعاون إيران بشكل صريح وواضح فيه؟ شكرا جزيلا عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ عبد القادر النايل.